توقعات العلامة الأولى مواليد 22 نوفمبر إلى 1 ديسمبر. في الوقت الحالي أنت تعمل بصورة جيدة من خلال الفريق وأنت مستمتع بذلك أيضا. حافظ على بيئتك الشخصية العمل الخلاقة، لأن كل منكم سوف يحقق أهدافه الشخصية، فسوف تشعر أكثر بالراحة في مجموعة عما إذا كنت وحدك، وقد يساعدك هذا الشعور في التقدم في حياتك العاطفية والاستمتاع ببعض الرومانسية. توقعات العلامة الثانية مواليد 2 ديسمبر إلى 11 ديسمبر. أنت الآن متفق مع ذاتك بشكل كامل وتشعر بالتناغم التام في عملك وفي حياتك الشخصية أيضا. يؤثر ذلك على الآخرين، لما لك من علاقات قوية مع شريك حياتك والعائلة، مع وجود توازن جيد وصحي بين الأخذ والعطاء. حاول الحفاظ على هدوءك الداخلي واستخدم هذا الوقت في الإعداد لأوقات أقل إيجابية قادمة. توقعات العلامة الثالثة مواليد 12 ديسمبر إلى 21 ديسمبر. يمكنك اليوم العمل بشكل بناء من خلال الفريق، وهذا يعني أنك سوف تستطيع تطبيق أصعب الأفكار اليوم. سوف تتلقى دعما بشكل خاص من خلال العمل وكذلك حياتك الشخصية. اظهر حبك للآخرين بهدف تقوية العلاقات، وقد تقابل اليوم حب حياتك، فافتح عينيك جيداً.